دلوقتي المستشار رفعت اللمعي، مستشار العلوم الجنائية وأمين عام حزب مصر القومي. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة يا فندم، أهلا وسهلا. حضرتك متعود تيجي لقداسة البابا الأنبا تودروس في عيد، في الأعياد بشكل عام وفي عيد القيامة المجيد؟ طبعا بصفة مستمرة، عيد الميلاد المجيد بكون متواجد، وعيد القيامة بكون متواجد بصفة مستمرة الحمد لله. يعني تبعث رسالة لكل المصريين تقول لهم ايه؟ طبعا من كل اعماق القلب ابعث بخالص التهاني القلبية لمصرنا الحبيبة، مصرنا الغالية، وجميع اقباط مصر واقباط المهجر بخالص التهاني القلبية بهذه المناسبات الجميلة المباركة، ونتمنى لمصرنا الغالية كل تقدم ونماء وازدهار. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا على شاشة ميسات، مكملين مع حضراتكم مرة أخرى من داخل المقر البابوي.